بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة المرة دي احنا بنتكلم على الترانزاكشنز ديت اللي هنسجلها. الأول انتوا فاكرين يعني ايه ترانزاكشن؟ أي عملية ما بين حسابين مختلفين في البيزنس اللي احنا بنتكلم عليه. رحت اشتريت مثلا عفش للمكتب بتاع الشركة، اشتريت مواد خام، فأنت دفعت فلوس طلعت من الخزنة من الكاش واشتريت بيها وات ايفر بقى الحاجه اللي انت اشتريتها ديت، فبقى في اكونت تاني بنفس القيمه اللي انت اشتريت بيها. ده بيسموه ترانزاكشن. لما تروح البنك بقى وتاخد من حسابك فلوس كده، انت نقلت الفلوس دي من حسابك اللي في البنك لجيبك، ده اسمه ترانزاكشن. الكلام ده بقى لازم يتسجل وتعمل له تحليل بشكل دقيق شويه عشان تقدر تستفيد منه. فاحنا هنتكلم دلوقتي على التسجيل. أول حاجة تفرق ما بين اللي بيعمل محاسبة، يعني ما بيعملش محاسبة، اللي بيسموه الدبل انتري بوكينج. الوضع الطبيعي إن الواحد بيقوم رصص العمليات الحسابية دي تحت بعض، يعني يقول إيه أنا اشتريت النهاردة ب 50 جنيه، وبعدين جالي مبيعات ب 500 جنيه، يبقى أنا كده معايا نت 450، وبعدين مش عارف حصل إيه فنقصوا 200 جنيه وبعدين زادوا 200 جنيه، كده أنت عمال ترص الحسابات تحت بعض. بس لو جينا في وقت ما سألتك هو أنت الشهر اللي فات جبت مواد خام بس بكام؟ ما تعرفش تجاوب على السؤال ده. وبالتالي عشان يحلوا الإشكالية دي في الأكاونتنج قالوا أنت ما ينفعش يبقى عندك سنجل بوكينج، ما ينفعش تسجل الحاجات في شيت واحد كده مرصوصين تحت بعض، ويوم ما تحب تعمل بروسس على العمليات ديت وتجاوب على الاسئله اللي احنا كنا فردناها في في المحاضره اللي فاتت، تلاقي ان انت عايز تعمل عمليات كتير جدا وتطلع دبل بوكينج انتري. ايه بقى الدبل بوكينج دوت؟ ان انت كل ترانزاكشن هتحصل تسجلها في منطقتين، على الاقل يكون اتاثر بيها وان اور مور اكاونت في اتجاه الديبت ومر وان اور مور اكاونت في اتجاه الكريدت. هنتعود يعني ايه ديبت وكريدت بعد كده، اللي هم بالعربي اسمهم دائن ومدين، بس خلينا في التسميه الانجليش يعني ديبت وكريدت. فمثلا الكاش لو انت دخل لك فلوس فديت بقت ديبتد عندك، اتسجلت عندك، ودي اللي جاي منها اسم الديبت كارد اللي هو الكارت بتاع حسابك اللي في البنك. الكريدت كارد انت بيبقى الحساب بتاعك دوت انت بتسحب من الحساب وبتبقى مديون بيه، عشان كده اسمه كريدت كارد. المهم ان احنا مجموع بقى كل الحسابات الديبت المفروض يبقى ايكوال لمجموع الحسابات الكريدت، ده كل اللي ماشي عليه الاكاونتنج يعني. فناخد مثال، عندنا شركه خدت قرض ب 50,000 جنيه، فايه اللي حصل دلوقتي؟ الكاش بتاعه زاد 50,000، والحساب بتاع الدين بتاعه دوت لازم يسمع في حساب تاني للدين، هنسميه بقى اي حاجة، نقص بال50,000 دول. وبالتالي بقى عندي حسابين دلوقتي، واحد انا معايا فلوس كاش دي اللي انا شايفها، تسجيلها هي لوحدها مش منطقي، لازم تسجل قصادها ال50,000 ديت في الحساب بتاع الدين. فاحنا ممكن نسمي الحساب دوت او ده اللي جرى عليه العرف ان هو بيبل، نوتد بيبل، انا هدفعه في يوم من الايام، ال 50,000 ده قرض هيدفع في يوم من الايام. وبالتالي احنا بقى عندنا دلوقتي اكونتس، واحد منهم الكاش لازم يتسجل فيه ال 50,000، واحد منهم التام هيبقى عليك زاد بال 50,000 دول. وبالتالي بقى عندنا اسيت وعندنا لايبيليتي، حسابين مختلفين كل واحد فيهم تاثر بال 50,000. فاكر التي ترانزاكشن دوت لو انتوا واخدين بالك كده، عندنا حسابين، واحد اسمه الكاش وواحد اسمه النوت بيبل انا هدفعه في يوم من الايام، ده زاد ب 50,000 جنيه في يوم 1 اغسطس، ونفس الكلام الثاني زاد ب 50,000 جنيه بس في اتجاه الدين لان ده حساب ديون، فهو بيزيد في الاتجاه ده، بيزيد في الاتجاه العقلي لغايه كده. حد عنده اي مشكله؟ في حد دكتور فتح معايا كده مش عارف هو عايز يتكلم ولا لا؟ ممكن اسال سؤال دكتور؟ معلش، هو يعني اخر جمله total debits and credits remain equal، مش فاهم يعني. دلوقتي انا العمليه اللي فوق دي
انا اتحط 50,000 جنيه حقيقة. انت معاك كام؟ ولا حاجة. تمام. لان انت بقى في جيبك 50,000 جنيه ومديون ب50,000 جنيه، ده اللي انت فيهم مواد خام. انت ملكيتك كام؟ بقى ما معكش كاش، بس بقى معاك مواد خام ب50,000 جنيه. ففي الاخر برضو المعادله في الاخر الايكويجن بتاعت التوتال ديبت لازم يحصل كده مع التوتال كريدت يطلع زيرو. هو ده البالانس اللي كنا بنتكلم عليه، يعني اللي هيظبط انت مسجل الحسابات بتاعتك صح ولا لا، ان يكون عندك حسابات مجموع الكريدت فيها والديبت فيها الاثنين قد بعض، كده يبقى الحسابات بالانسد وانت عامل دبل انتري بوكينج مظبوط. لو انت لقيت ان انت الحسابات ديت مش بالانسد يبقى انت مسجل حاجه غلط، مش الحسابات فيها حاجه غلط، انت مسجل حاجه غلط، وبالتالي دوت مجرد تشيك. انت دايما تعمل تشيك ان كل مجموع الديبت في كل الحسابات اللي عندك ايكوال مجموع الكريدت في كل الحسابات اللي عندك، وده هنعمله في الاخر يعني لما الدنيا. فكده العمليه دي ابسط عمليه، عندك اسيت زاد واللايبيليتي قصاده زادت، بمجرد بقى يعني التسميه دي ايه هي على حسب العمليه. فاحنا دلوقتي عرفنا هو تسميتين كاش والبيبل، البيبل ده طبعا لايبيليتي وطبعا الكاش دوت اسيت. طيب خلينا نفكر ان بعض العمليات دبل انتري بتفكت نفس النوع، يعني زي المثال التاني اللي احنا قلناه، احنا خدنا 30,000 دفعنا 30,000 عشان نشتري مكن، ال 30,000 دول كاش which is asset. انا ال 30,000 دول لو ملكي انا كده قيمه الشركه بتاعتي فيها ال 30,000، والايكويبمنتس also asset، وبالتالي العمليه ديت ما بين asset واسيت مش زي العمليه اللي فاتت ما بين asset وliability، وبالتالي الترانزاكشن ما لهاش اتجاه، هي ممكن تكون ما بين اي اكونت واي اكونت تاني بغض النظر عن هو asset او liability او cost او غيره. هنشوف بعد كده بقى الاكسبنسز والريفينيوز والحاجات دي. العمليه دي تبقى عامله ازاي؟ الكاش هيقل، قلنا ان الكاش بيزيد في الديبت ويقل في الكريدت، فبالتالي هو كريديتد باي 30,000، والايكويبمنت زادت في الديبت 30، وبالتالي الاثنين دول الكاش والايكويبمنت اتغيروا واحد بالنقص واحد بالزياده وطلع السمشن واحد زي كده. الكاش بعد ما كان فيه 50,000 ديبت اتحط فيه 30,000 كريدت، وبالتالي البالانس بتاعه حاليا هو فيه 20,000. الايكويبمنت قصاد العمليه بتاعه 3 اغسطس ديت زادت بال 30,000. كده في مشكله؟ خلي بالكم ال 50,000 دي عمليه سابقه. دلوقتي ال 30,000 الجديده انا طلعتها من الكاش حطيتها في الايكويبمنت. كل الفرق ان الاثنين دول اسيت اكونتس. طب هو كده يا دكتور ده تالت جدول معانا؟ يعني احنا كده بنعمل ثلاث جداول صح؟ يعني بس دي ايه ثلاث جداول؟ ما مش كان في اول حاجه عملنا جدولين اللي هو الكاش وال انا بعمل 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 تي تي اكونت لكل اكونت يظهر. انا كان فكانت ال 50,000 دي ما بين الكاش وما بين البيبل، بعد كده الاكونت الثاني، وبعدين حصل عمليه ما بين الكاش والاكويبمنت، فاضطريت اعمل كرييشن لاكونت جديد اسمه اكويبمنت، وكل اكونت بالمناسبه له ريفرنس هنا رقم احنا ممكن نتفق عليه، اي رقم يعني ريفرنس وخلاص. فده بالفعل ثالث اكونت، كده بقى عندي في الشركه 3 اكونت ظهروا، كاش نوتد بيبل واكويبمنت، كل واحد ظهر في عمليه ما. خلينا نكمل مع نفس الشركه المرة دي بقى، العملية معقدة شوية. أنا اشتريت عربية نقل كده ولا حاجة ب20,000، بس أنا هدفع داون بيمنت رقم والباقي هيستنى. هتدفع 2000 كاش دلوقتي وال 18,000 دول مش هيدفعوا دلوقتي، فالترانزاكشن دلوقتي ما بقاش ما بين 2 اكونتس زي المثالين اللي قبل كده، ما بين 3 اكونتس. انا هطلع من الكاش 2000. طيب ال 20,000 دي هتبقى مكتوبه فين؟ في الايكويبمنتس او انت سميها تراك اي حاجه، في اكونت تاني اشترينا بيه ب 20,000. طب كده ما ينفعش احط 2000 في اتجاه و 20,000 في اتجاه، 18,000 دول لازم يظهروا في حته، هيظهروا فين؟ في البيبل. انا هضطر ادفع في يوم من الايام 18,000، وبالتالي العمليه الواحده ممكن تكون بتاثر في اكتر من 2 اكونت مره واحده، على الاقل هي بتاثر في 2 اكونتس، ممكن تكون اكتر من 2 كمان زي المثال ده. فهنقول بقى ايه؟ ان احنا بقى عندنا انكريز في اكونت هنسميه الفيكلز، ودوت اكونت جديد اهو بقى ظهر. الاكونت دوت قيمته 20,000، انا بالفعل اشتريت التراك دي ب 20,000، ولكن اللي انا دفعته دفعت 2000 بس، فاكونت الكاش
هي كريدت باي 2000، لكن انا هيبقى في وقت ما هدفع نوتة بيبل 18000، فيبقى العملية دي ظاهرة بالشكل دوت. الكاش اهوت هو الغلبان اللي دخل في كل الحسابات، ال 2000 ظهرت فيه هنا كريدت، اتدفع منه 2000، والنوتة بيبل شبهه اتدفع منه 18000 او هيدفع منه 18000، وبالتالي ال 18 وال 2000 دول كريدت في حتة، وبالتالي هيظهروا ديبت مجموعهم في المكان التاني بتاع الفيكلز. ماشي، دي نفس العملية اللي فاتت بالظبط. انا اشتريت اكويبمنت ماشينز او حاجة ب 30000، بس كانت ال 30000 كلها طالعه من الكاش رايحه للاكويبمنت. المره دي ال 20000 اللي رايحه للاكويبمنت ما جاتش كلها من الكاش، جت جزء منها من الكاش وجزء فضل في الديون اللي عليا كده. دي كل الاكونتس اللي كنت بتسالوا عليه. يا دكتور مع اذنك، الاكونتس اهي اللي ظهرت في المساله، الكاش كل العمليات بتاعته كل واحد اتأثر مع الكاش مره. اتفضل اسال. قيم البالانس سهل جدا، نقول هو مجموع الديبت كام؟ ادي 20 و18 و30 يطلعوا 68. مجموع الكريدت كام؟ 68، which is balanced، يبقى تسجيل الحسابات صح. المفروض ان حسابات الشركه تمشي كده، تمشي بالتي ترانزاكشن ده، بس ما هو موضوع مزعج شويه ان انا كل ما اجي ابيع باكل بان لعيل جاي من الشارع احطه في الكاش واخصمه من البضاعه، فكده هيبقى موضوع مزعج جدا. فطلعوا نقطه ثانيه تتسبق لدوت تخلي الناس تسجل بسهوله الاول، وبعدين نعمل الاكونتس دي. بس هي دي الفكره، ان انا لازم يكون عندي اكونت لكل حاجه والحركات تتم ما بينهم. خلينا كده نتشيك معلوماتنا، مين في دول نقدر نقول عليه اسيت ومين لايبيليتي؟ الكاش دوت اسيت صح؟ اكيد اسيت، كل ما يبقى معايا كاش اكتر كل ما قيمتي تزيد. الفيكلز اسيتس والاكويبمنت اسيتس، سواء الاكويبمنت دي بقى كانت مكن ولا كانت اي وات ايفر هي ايه، فكل دي اسيتس. واللايبيليتي هو البيبل، وهتلاقوا ان الاسيتس بتزيد في اتجاه الديبت واللايبيليتي عكسه بيزيد في اتجاه الكريدت. كل ما التزاماتي تزيد معنى كده ان انا كاني مديون في الكريدت برقم اكبر. وتلاقوا هنا برضو ان الاسيت ايكوال اللايبيليتي، ده هنجيبه بعدين بس ده مجرد بقى تحريك للذهن. طيب الـ account دوت، بما ان هو موضوع مزعج ان انا اقعد، حد هيسال؟ بقول لحضرتك هو البالانس بس اتحسب ازاي؟ هو عباره عن ايه؟ احنا خدنا الاكونتنج ايكويشن زمان المحاضره اللي فاتت، ان الاسيتس ايكوال اللايبيليتي بلس الايكويتي. بما ان المثال بتاعنا دوت ما فيهوش اونر ايكويتي، ما فيش ملكيه للشخص، يعني هو اول عمليه عملها كان ان هو بياخد لون قرض ب 50000، وبالتالي هو ملوش لايبيليتي، ما عندوش اسف ايكويتي، ما عندوش ملكيه. يبقى الايكويشن كده اختصرت ان الاسيتس ايكوال اللايبيليتي، فاحنا نجمع الاسيتس على بعض ونشوف اللايبيليتيز على بعض ونشوفهم بكام. فالاسيتس اللي عندنا كام؟ 20000، ده بعد عمليات كتير بقى 18000، والايكويبمنت ب 30000، يبقى مجموعهم 68000. الالتزامات اللي عليا هو واحد بس في المثال ده 68000، وبالتالي الاسيتس ايكوال اللايبيليتي، يبقى الحسابات بتاعتنا بالانس دي بقى عنديش مشكله. تمام. طيب احنا هنعمل بقى ايه؟ سيبنا من الشرح دوت، احنا هنعمل حاجه الاول اسمها الجورناليزيشن او الجورنالايزنج، ان احنا نسجل الترانزاكشن ديت بحاجه مستمره، تبقى هي دي في ايد الراجل اللي شغال داي باي داي، يسجل في حاجه شبه دي. وبعدين في قاعده كده نبقى نيجي نعمل ننقل الحاجات دي للاكونتس، بس وهو بيسجل ما يكتبليش كاش 50000، لا هو يقول لي هو مين اللي بيأثر، الكاش والنوت بيبل ده زاد ب 50000 قصاده الثاني قل ب 50000، ويعمل لي ديفينيشن. فالجورنال هتبقى عامله ازاي؟ مقسومه ديبت وكريدت. هنسجل كل عمليه بالتاريخ او بالكود بتاعها او بالاثنين. فبيقول في 1 اغسطس تمت العمليه الفلانيه، هكتب كل اكونت تم عليه العمليه زي كاش والنوت بيبل، وكل واحد اتاثر بكام، هل حصل له ديبت او كريدت. والمفروض ان العمليه دي لوحدها هتبقى بالانسد،
زي هنا 50 50 30 30 20 بس قصادها 18 و2 فبرضه بقت 20 20. فدول الثلاث عمليات اللي ظهروا عندنا. هكتب في البدايه الاكونت اللي ديبتد وات ايفر هو اسمه ايه، وبعد كده الاكونت اللي كريديتد، وبعد كده اكتب الديسكريبشن بتاع العمليه ديت هي ايه بالظبط. كده يبقى انا عملت ما يسمى بالجنرال جورنال او تسجيل الحسابات في جورنال كده، ودي الصفحه الاولى في الجورنال. وبعدين هنا الريفرنس ده انا هستخدمه في وقت ما لما اجي انقل الحاجات ديت للاكونت بتاعتها، هكتب هنا رقم الاكونت والكودنج اللي انا هختاره للكاش والنوت بيبل وهكذا زي ما هنشوف بعد كده. ماشي دكتور، يبقى الراجل وهو بيشتغل هو في بس حد عايز يخش بس هو مش عارف يخش، يعني حضرتك ممكن تقبل الريكوست بتاعه؟ فعلا ليه كده؟ في حد عايز يخش؟ مفيش. خلاص يبقى في حد دخل. انا بيتهيالي ان هي انا عاملها ان هي اكسبتد على طول، يعني هو اول ما بيعمل بيحاول يدخل يدخل. دكتور بعد اذنك يا دكتور، اتفضل. انا مش فاهم ايه النوتس بيبل دي، اصل يعني انا بقول احنا دلوقتي خدنا كاش 50 فجاه احنا هنرجع 68، فانا حاسس ان في زياده، فمش مش مش واصله لي قوي. هرجع 68 ازاي؟ انا هرجع 50 بتاعه القرض، بس في مره ثانيه كان في حاجه انا اشتريتها وعليا 18، ده هرجعه للبنك، انما ده هرجعه للشركه بتاعه ال يعني ده التزام تاني اصلا، غير ده التزام تاني غير اللي انا عملت له استلاف اصلا. طبعا مش هم عمليتين غير بعض. انا قصدي كنت ممكن الالتزام التاني ده اخده من الفلوس اللي انا مستلفها اصلا. ايوه، ان انت معنى ان انت معاك فلوس كاش في الخزنه، انك هتشتري كل حاجه لغايه ما تصفر من غير ما يبقى عندك اي عمليه تانيه اسمها دفع اجل. الشركات ما بتمشيش كده، يعني انت معاك فلوس بالفعل. يعني بص، احنا لو وصلنا هنا، انا وقت ما انا عملت العمليه بتاعت الشراء دي اللي عملت فيها داون بايمنت 2000 جنيه ومديون لسه ب 18، انا لسه معايا 18000 كاش في جيبي اقدر ادفع الداون بايمنت ده، او اقدر ادفع بقيه الفيكلز يعني. بس انا ما عملتش كده، ما اخترتش كده، يمكن عشان عندي مرتبات بعد كده وات ايفر، يعني دي مش قضيتي كمحاسب لو انت محاسب دلوقتي يعني. لكن هو عمل العمليه بالشكل ده، ووظيفتنا ان احنا نسجلها. هو الفكره هنا بس في المثال ده عشان مبسط، ان النوت بيبل دوت انا حطيتهم على بعض، مش مبين انا هدفع مين للبنك ومين لفين. هو انا بقول هو بيبل وخلاص، ولكن انا ممكن اعمل البيبل اكاونت دوت اكتر من اكاونت، بيبل تو فلان، بيبل تو فلان، بيبل تو فلان، ثلاث اربع اكاونتس للاتجاهات المختلفه، بس هم كلهم بطبيعه واحده. زي ما انا برضو ممكن الكاش دوت يكون اكتر من اكاونت كاش او اكتر من اكاونت فلوس، في كاش اللي هو في الخزنة اللي في المكتب، وفي كاش اللي في البنك، وفي كاش اللي اديته لفلان عشان يروح يشتري بيه. في الاخر كل الفلوس ديت لسه فلوس، ما تحولتش لحاجة، فممكن يبقى عندي اكتر من اكاونت كاش كلهم مع بعضهم كاش وخلاص. في الامثلة البسيطة بتاعتنا احنا جامعين الحاجات ديت، لكن الموضوع مش بيبقى كده. يعني اديكم مثال من اللي انتوا فيه، انتوا لما بتدفعوا مصاريفكم في الكليه، لو كان في حد عليه مصاريف او حاجه ساعات بيقسطها للكليه، فهو بيدفع رقم للكليه ويبقى باقي عليه رقم في وقت ما. الرقم اللي في وقت ما دوت بالنسبه لك انت بيبل، كان بالنسبه للكليه ريسيفد في وقت ما، فهو بقى نوتد ريسيفبل اكاونت. هل هنحطهم كلهم على بعض فبالتالي نقول كل واحد يجيب لنا 1000 جنيه نقوم حاطينهم في الخزنه وخلاص، يبقى طلاب الكليه دفعوا 1000 جنيه وخلاص على كده؟ لا طبعا، هو كل واحد له اكاونت لوحده هيجيب الفلوس دي للكليه في الوقت اللي اتفقنا فيه معاه. انا عارف الكوميوليتيف بتاعهم كام، لكن انا عندي زي نوت بيبل ده بقى في المثال اللي انا بقوله دلوقتي نوت ريسيفبل اكاونت، بس مش نوع واحد، هم نوع واحد بس مش لطالب واحد، لا لطلاب كتير. فبالتالي الحاجات ديت ممكن تبقى دوبليكيتد، فيمكن اللخبطه بسبب دوت ان هنا انا جمعت الديون اللي عليا بغض النظر عن الوجهه اللي هتروح فيها الدين، بس في الاخر هي ديون. تمام، شكرا يا دكتور. دكتور بعد اذن حضرتك، هو بيقول لك تقبل ريكوست من الجروب مش للمحاضره.
طب هو عايز الجروب ايه؟ هما في الاثنين جروب. هو انا اصلا كل وانا التيمز بكلم اصلا. حضرتك وانا بكلم حضرتك دلوقتي ظهر لي ان انا عامل اكسبت لحد او ادمت لحد، فما عرفتش، اختفى اصلا من طيب قدامي، ما لحقتش. طيب ماشي، انا في واحد مستني على الجروب اسمه عماد، دخلت. طيب نكمل. يبقى انا دلوقتي لو انا بشتغل في الشركه سجل الحاجات دي، يبقى المحاسب هيجي بعد كده يفقط الفئه، يبقى انا مش محتاج المحاسب يبقى قاعد معايا داي باي داي في الشغل بتاعي، انا هسجل له الحاجات ديت بالشكل المطلوب، بس هو في الاخر هو يجي بقى يعمل الحسبه الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه اسمها بوستنج، هياخد كل عمليه من العمليات ديت يحطها في الاكونت. ده شكل الاكونت التيبيكال، ديت الديسكريبشن بتاع العمليه اللي هو موجود هنا في الجورنال، مثلا استلفنا كذا اشترينا كذا، ده اسم الاكونت. وبعدين انا هدي للاكونت ده نمبر عشان اعرف اترك الريفرنس دوت، هيبقى لما اكتب فيه عمليه هتبقى رقم الجورنال اللي جاي منها العمليه، وبعدين هو ديبت ولا كريدت وبالانسد فين. فالموضوع يبقى ماشي عامل كده، ادي كده الجورنال. اول عمليه دي كانت بتاثر في تو اكونت، الكاش اكونت والنوتد بيبل، وبالتالي الكاش اكونت ده هيظهر في الاكونت، يظهر فيه نفس العمليه، والنوتد بيبل هيظهر فيه نفس العمليه بنفس الديسكريبشن. انا هحط ريفرنس للكاش اكونت ب 100 والنوتد بيبل ب 280، وات ايفر بقى الديسكريبشن اللي انت عايزه مش مهم، وبالتالي هيطلع ريفرنس هنا. والجورنال ديت هي الصفحه الاولى في الجورنال، وبالتالي عند العمليه ديت في الكاش هيبقى اكتب الرقم بتاع الصفحه اللي انا نقله من الجورنال. الكلام ده طبعا كان بيتم في اليدوي، دلوقتي في حاجات كتير في الكمبيوتر يعني بتعمل الحسابات ديت، انت بتسجل بس في الجورنال وهو بيطلع لك كل حاجه بعد كده، بس احنا كالعاده يعني بنحاول نفهم البيزكس يعني. المميز دلوقتي ان احنا بقى كل اكونت بعد كل عمليه هيبقى له بالانس. انا بقى عندي ديبت في الكاش ب 50000، وبالتالي الكاش دلوقتي المفروض يكون في 50000، لما يتحط في عمليه ثانيه ديبت او كريدت هيقوم البالانس ده متغير. انما في الجورنال انا ماليش دعوه بقى هو البالانس ده على كام، انا بسجل العمليه وبس واشوف شغلي. فدوت الطريقه بتاعت التسجيل اللي متعارف عليها حاليا، الشركه بتعمل الجورنال ويجي الاكونتنت يعمل الهيصه اللي تحت دي. خلونا بقى ايه بقيه المحاضره، هناخد شركه بتاعت لاندسكيب بتقص حشيش وهتعمل ايه 13 ترانزاكشن. 13 ترانزاكشن دول هنشوف بقى كل واحد منهم يتسجل ازاي في بالطرق اللي احنا قلناها. هنسجل الترانزاكشن دي في الجورنال وننقلها في الاكونتس في نفس واحد يعني. طيب اول خطوه، الراجل اللي عشان يأوبن بيزنس عمل انفست ب 15000 جنيه او دولار يعني. فال 15000 دول هيظهروا فين؟ هو بينفست دلوقتي، هيطلع من جيبه الشخصي اسمه ايه بقى جيبه الشخصي ده، وحطه في الكاش. الكاش بقى فيه 15000، بس جيبه الشخصي بقى اللي طلع منه 15000 ده اسمه ايه؟ ايكويتي. في واحد بيقول بيشوش يعني بيقول بالراحه كده الايكويتي يعني، هو ايكويتي يعني صعلي صوتك اكتر. ملكيه الراجل دوت عنده اونر ايكويتي او كابيتال راس مال يعني بالرقم ده. فبقى عندنا الكاش زادت ب 15000، واحنا اتفقنا ان الاسيتس بتزيد في الديبت، والاونر ايكويتي زادت في الكريدت ب 15000، وبالتالي شكلها هتبقى كده في الجورنال اهو. انا الكاش ديبت 15 والكابيتال دوت او الاونر ايكويتي ديبت كريدت ب 15، واما اجي انقلهم في الاكونت هيظهر في التو اكونتس نفس الارقام، وبعد كده احط البالانس. سهله دي صح كده؟ الحاجه الثانيه، راح اشترى العربيه ديت ب 15000، دفع 5 وهيبقى مديون ب 10، فهيطلع لي بيبل اكونت جديد اللي هو نوتد بيبل حاجه هات الدفع والكاش وحساب للتراك.
يبقى انا هبقى اطلع لي اكاونت اسمه فيكلز اللي هو هيبقى اسيت ديبتد بال 15000، اشتريت بال 15000، خمسه منهم هيتنقصوا من الكاش وخمسه و10 الباقيين هيبقوا كريدت بس في حساب الدين. فيكلز ب 15000 قصادها كاش ب 5000 ونقطه بيبل ب 10000، وبالتالي الحساب بتاع الفيكلز لما نقلت ده حطيت 15000 في الديبت وبقى بالانس على 15000. الكاش كان الاول في العمليه السابقه ديبت 15، اسحب منهم 5 وبالتالي انا لسه معايا 10، وطلع الاكونت الجديد اللي احنا عايزين نطلعه بتاع الديون ان انا مديون ب 10000 جنيه. حلو كده؟ الدنيا كويسه؟ طيب الراجل بقى جاب مكنه قص حشائش ب 3000 جنيه كاش، وبالتالي العمليه دي هتبان ما بين المكنه دي اللي اشتراها وما بين الكاش مباشره، فالكاش هيقل ب 3000 والاكويبمنت اللي اشتراها هتزيد ب 3000. فانا الاكويبمنت اتحط فيها ديبت ب 3000 والكاش اتحط فيه كريدت او اتسحب منه كريدت ب 3000، وبالتالي الاكويبمنت حساب الاكويبمنت ظهر في 3000 البالانس بتاعه، وهنا الكاش اللي هو يعني المنطشه بتاعنا كل شويه ما يحط فيه حاجه سحبنا منه 3000 جداد، فالبالانس ال 10000 دول بقوا 7000. وكده العمليه اللي هي حصلت في يوم 3 ابريل متسجله هنا وهنا، وفي الجورنال مكتوبة عند 3 ابريل نفس العملية. لغاية دلوقتي في اي اشكال؟ اول ما تبدأوا تهنجوا قولوا لي. ماشي دكتور، هو حضرتك قلت ان الكريدت ده اللي هو ايه؟ بالنسبة للكاش الديبت معناه ان انا بحط فلوس في الكاش والكريدت بسحب فلوس من الكاش. نفس العملية دي بالظبط بالنسبة لكل الاسيتس، كل ملكياتي بتزيد، لو هتزيد هتتحسن يبقى في الديبت، وكل السحب من الملكيات بتاعتي كاش او غيره تبقى سحب من الكريدت. الدين بقى العكس، انا هبقى مديون فيبقى لو زاد الدين بتاعي يزيد في الكريدت، وبعد كده لو نقص الدين بتاعي ينقص في الديبت، فالاسيت عكس اللايبيليتي. بس خلونا دايما نقول ايه، ان انا هحفظ بتاعة الكاش او افهمها كويس، واللي شبه الكاش يبقى زيه، اللي عكسه يبقى عكسه. مثاله ايه؟ الاكويبمنت دوت اسيت شبه الكاش، وبالتالي الزياده في الاكويبمنت تبقى في الديبت والنقص يبقى في الكريدت زيه زي الكاش. لكن في عمليات قبل كده الكاش والديون، الزياده في الكاش في الديبت والنقص في الكريدت، الدين عكسه. فلو انا ديوني زادت بتزيد في اتجاه الكريدت، ولان الدين ده لايبيليتي عكس الاسيت، وبالتالي اللايبيليتي بتزيد في اتجاه الكريدت. ماشي؟ اللي في كليه التجاره يعني بيحفظوا ان الاسيت بيزيد في الديبت واللايبيليتي بيزيد في الكريدت، ببساطه لانهم عكس بعض. ماشي دكتور؟ يعني احنا ممكن نقول البيبل ده هو حساب بالسالب، فعشان كده بيزيد الناحيه الثانيه، صح؟ هو حساب بالسالب بيزيد في الناحيه الثانيه، فبتحطه بالموجب، بتحطه في الكريدت موجب. بالظبط كده، هو هيبقى في النهايه داخل في الايكويجن في الطرف الثاني، لان الايكويجن عامله ازاي؟ اسيت ايكوال لايبيليتي اند اونر ايكويتي، وبالتالي اللايبيليتي والاونر ايكويتي دي حسابات بالسالب، فبالتالي هتزيد في الكريدت، لما بتزيد تزيد في الكريدت عشان هما في الطرف الثاني من المعادلة. هنا بقى دخلنا في نوع تاني من الحسابات. الراجل دوت جاب ايه؟ جاب بنزين عشان يباور المكنة دي ب 30 دولار. حد يوصف لي العملية دي، 30 دولار دول طلعوا من الكاش، راحوا فين؟ هيبقى كريديتد ب 30 والجازولين هيبقى اسيتس فهيبقى ديبتد ب 30. حلو، الجازولين اسيت صح؟ مظبوط. حد عنده اعتراض؟ هو زي تكلفه تشغيل، يعني زي فاتوره الكهرباء كده. بس انا لسه ما استخدمتوش.
يبقى هو زي ما زميلك قال من شويه هو لسه اسيت، انا جبته حطيته في المخزن او حطيته في تانك البنزين لسه ما استهلكتوش، لما استهلكه هيتنقل بقى من ان هو اسيت ان هو في المخزن لان هو اتحرق بقى كوست او بنسميه هنا المستهلكات بقى اسمها ايه عمال انسى. المهم يعني المهم ان دوت تكلفه التشغيل بس امتى؟ مش دلوقتي، مش وقت ما اشتريتها، العمليه اللي قدامنا دي انا اشتريت جاسولين وخزنته لسه ما استهلكتوش، لغايه ما استهلكه لسه هو اسيت، فهي عمليه ما بين تو اكونتس اسيت. فالجاسولين دوت بما انه اسيت اهو هيبقى ديبت، وبعدين اتحط هنا في الكريدت في الكاش. طيب في وقت ما الجاسولين دوت هيستهلك، وقت ما هيستهلك هننقله من المخزن لهنا. طبعا هو هنا عمال زي عبد الله كده نقلها مره واحده. طيب بتزيد في الديبت ولا الكريدت؟ وهيبقى عكسها الريفينيوز، تزيد في الديبت ولا الكريدت؟ وليه؟ احنا دلوقتي خدنا نوعين من الاكونتس ماشي؟ لغايه دلوقتي عشان ما تهوش بس. موجودين الاثنين هنا. ده اسيت الفيكلز اسيت والكاش اسيت. لكن النوت بيبل ده لايبيليتي صح كده؟ تمام. النوعين دول الاسيت بيزيد في الديبت واللايبيليتي بتزيد في الكريدت. باقي لنا نوعين ويبقى كده احنا ايه خلصنا كل الهيصه اللي احنا عايزينها. اللي هو انا بعت حاجات كلفتني حاجات ودخل لي دخل، المبيعات اللي هي الريفينيوز ده دخل دخل لي في جيبي، واكسبنسز لو احنا عايزين نحسبهم اكوردنج للكاش ماشي. نجيب الاول الاكسبنسز، انا هطلع فلوس من الكاش عشان ادفع مصاريف، فاتوره كهرباء مثلا زي المثال اللي انت قلته، او اجور العمال، او ثمن الجاز دوت، او اي حاجه. فانا لما اطلع فلوس من الكاش راحت فين؟ راحت للاكونت الثاني اللي هو اسمه اكسبنسز مصاريف. طيب الكاش دوت لما طلعت منه الفلوس كان كريدت، يبقى الاكسبنسز بتزيد في الديبت، عرفناها كده؟ الاكسبنسز بتزيد في الديبت. فكرنا فيها ازاي؟ عشان هي عكس الكاش. هي عمليه هتبقى منها ومن الكاش. طيب الريفينيوز، الريفينيوز انا لو خدت مبيعات اديت للراجل بضاعه واداني فلوس، الفلوس ديت هتروح فين في الكاش؟ في الديبت. في الديبت يبقى بالتالي الريفينيوز بتزيد في الكريدت، يبقى الاكسبنسز بتزيد في الديبت والريفينيوز بتزيد في الكريدت. هاي فالاكسبنسز بتزيد في الديبت لان الكاش قصادها هيبقى كريدت، لكن لو انا مبيعات هيبقى العكس، الكاش زاد وبالتالي لو ده ريفينيو كان هيبقى ظهر له هنا. بس كده هو خلاص. فانا في الاول كل ما اعمل كرييت لاكونت هسال سؤالي هو انهي نوع من الاربعه، هو اسيت ولا لايبيليتي اكسبنسز ولا ريفينيو؟ هم دول الاربع حاجات، الاربع انواع اللي عندنا يعني. وبالتالي لما احدده اعرف هو بيزيد ولا بيقل في انهي اتجاه. انا كنت بفضل يعني، حتى كنت بحكي لزمايلكم الترم اللي فات، ان يعني انت لما تيجي لو هتيجي تحل الحكايه ديت في الاساينمنت او في الامتحان او حاجه، ما تعملش الاكونتس بترتيب الظهور بتاعها، تعمل صفحه كده ترص فيها الاكونتس بتاعت النوع الاولاني، ونفترض مثلا الاسيتس، فحط فيه الكاش، وبعدين حطيت فيه الفيكلز، وبعدين حطيت فيه التراك، وبعدين حطيت فيه مش عارف المواد الخام وكل الحاجات ديت اسيتس، وبعدين الثانيه الصفحه الثانيه تعمل اللايبيليتي، ظهر لك دين، ظهر لك بيبل اكونت، وات ايفر بقى اللي هيظهر تحطه في الصفحه الثانيه، وبالتالي ما تتلخبطش. كل اللي في الصفحه الاولانيه دول بيزيدوا في الديبت، الصفحه الثانيه بيزيدوا في الكريدت، الصفحه الثالثه تبقى للريفينيو، الصفحه الرابعه تبقى للاكسبنسز، وهم دول الاربع انواع. كل ما يظهر بقى اكونت تحطه في صفحته وانت عارف الاتجاه بتاعه. طيب يبقى الجاز دوت لو انا كنت اشتريت على قد الاستهلاك على طول، يبقى على طول هحطه في الاكسبنسز، او نعملها خطوه في النص. انا طلعت من الكريدت من الكاش 30 كريدت راحوا ديبت في المخازن، وبعدين المخازن اتسحب منها 30 كريدت راح الديبت في الاكسبنسز،
فممكن يكون في حاجة في النص هنا أنا اشتريت ب500 جنيه جاز ولكن خدت جيركن واحد منهم اللي ب30، وبالتالي أنا هنا كريديتد بال500 كلهم وكلهم راحوا المخزن، وبعدين ديبتد بال30 دول في الاكسبنسز وقصادها الكريديت الناحية التانية. خدوا نفسكم كده دقيقة هرد على تليفون و تكونوا اتنفستوا شوية ونرجع. ايه يا شباب معاكم نكمل ترانزاكشن رقم 5. الراجل دوت هيدفع 1200 لانشورنس بتاع سنه انشورنس على الشركه بتاعته، يبدا من تاريخ كذا لتاريخ كذا مش مهم. فهو طلع الكلام ده من الكاش راح للانشورنس. الانشورنس ده ايه بقى؟ قولوا لي. هيبقى حساب اكسبنسز. expenses برضو لو كنت هستهلكه دلوقتي، يعني لو في نهاية السنة هيبقى الانشورنس ده expenses، لكن دلوقتي عشان الديوريشن بتاعته طويلة زي التخزين لو انتوا فاكرين لسه كنت بقوله، انا دفعت حساب سنة مقدم مش شهر ولا اسبوع ولا حاجة، فرقم كبير. وبالتالي ال one year insurance ده لو انا جيت بعد شهر بحاول اقيم الشركة او ابيعها او حاجة، هتبقى فيها asset ان عليها insurance ب one year. في نهاية السنة لازم احول ال1 year دوت ل expenses. لو جيت بعمل الحسابات دي في نص السنه يبقى ساعتها الانشورنس دي نصهم راحوا بقت expenses والنص الثاني ستيل في الاسيت. ففي الاول انا عشان اللينث اوف تايم بتاع الكونتراكت الطويل ده انا هعمل الانشورنس ده البري بايد انشورنس دوت از اسيت اكاونت. يبقى الفلوس طلعت من الكاش راحت للانشورنس البري بايد لانه مدته طويله. ولو انا بقى هحاول ده ان شاء الله ناخده في محاضرات بعد كده ان الراجل ده بيستهلك مع الوقت، فعلى حسب الوقت اللي انا هاخد فيه لقطه كده وهي قيم الشركه هشوف انا استهلكت قد ايه من الانشورنس ده. شبه كده مثلا لو انا هجيب سبلايز للمكتب بتاعنا فانا هجيب اقلام وورق ومش عارف ايه وبرينتر وهغير لها الكارتريج وكده، فالورق اللي انا جبته مش هستهلكه في اسبوع، يعني هستهلكه في وقت طويل. وبعدين جيت بعد شهر بحاول اقيم الشركه لقيت نفسي استهلكت نص السبلايز دي، فبالتالي البري بايد انشورنس ده زيه زي السبلاي زي غيره ممكن بعد شهر او حاجه يبقى كريديتد برقم خصما من ال 1200. فلو ده انشورنس بتاع سنه يبقى انا كاني كل شهر بستهلك $100 من الانشورنس ده. فستيل دلوقتي هو حتى لو هو اكسبنس بالمناسبه هيطلع برضو الرقم ده مكتوب في الديبت فمفيش مشكله، يعني لو هو حطيته على انه اكسبنس على طول مفيش مشاكل. بس طبعا هو ما اقدرش اقول ان هو اكسبنس الا لما السنه تخلص اللي انا دافعها دي. فحاليا هو لسه اسيت وهيتسجل بالطريقه دي. التسجيل خلاص ما بقاش عندنا مشكله، انا طلعت فلوس من الكريدت فالبالانس قل، وبعدين طلعت عملت حساب جديد اسمه الانشورنس بالانسد على ال 1200 اللي انا حطيتهم دول. الترانزاكشن ديت انا جبت برضو سبلايز اوف السبلايز ب $50 ولكن انا ما دفعتهمش من الكاش، برضو العمليه سهله. لو كنت دفعتهم من الكاش كان الكاش هيبقى كريديتد
بس انا دلوقتي هيبقوا دين عليا فهيبقوا نوتد بيبل اكاونت. ال 50 دول حاجه قصيره الامد فممكن تسمي تحطهم على انهم اسيت وبعد كده تقول ان هم بري بايد، او مره واحده تقول ان السبلايز ديت اكسبنسز على حسب ما انت عايز، يعني في الاخر مش هتاثر قوي في الحسابات. فالسبلايز ديت ديبتد بال 50، والمفروض هنا لو كنت دفعته كاش كان هيبقى الكاش كريديتد بال 50، ولكن هو انا ما دفعتهمش كاش، انا سبتهم دين عليا اكونت بيبل. ممكن في الحسابات تحسب السبلايز على ان هي خلاص ال 50 دول رقم تافه يعني هيستهلكوا على طول فتبقى سبلايز اكسبنسز، او ان دوت يبقى اسيت زي ما هو عمل هنا والاكسبنسز بتاعته هيبقى في اكونت ثاني اسمه سبلايز اكسبنسز، ده يقل مثلا 10 ولا حاجه والتاني يحصل له ديبتد بال 10 اللي هي العملية بتاعة الاستهلاك بتاعة الحاجات دي، سواء استهلاك السبلايز أو استهلاك المواد الخام اللي انت بتصنع منها مثلا، أو استهلاك الانشورنس أو whatever يعني. طيب شوية يعني ايه بدأ الموضوع يبقى أصعب. الراجل ده بقى راح يعمل بيزنس يعني. حد بيسأل؟ أنا كنت بس عايز أسأل حضرتك، هو بالنسبة دلوقتي لو أنا عندي receivables دي بتحسب كـ assets ولا كـ revenue؟ جاية هي بقى، استنى ما تيجي receivable دلوقتي، مش هسيب خالص تقلقش، هتيجي أقول لك عليه. الراجل ده راح لسبع عملاء، والسبع عملاء كل واحد اداله 50 جنيه قصاد السيرفيسز اللي اخدها، قطع لهم الحشيش ومش عارف ايه وظبط لهم الدنيا، فدخل له 350 جنيه، ال 350 دول ديبت في الكاش، وجاله ريفينيو بال 350 التانيين، هيطلع بقى اهو ال 350 ريفينيو في الكريدت، وبالتالي زي ما قلنا قبل كده ان الريفينيوز بتزيد في الكريدت، فانا كده عندي مبيعات ب 350، وال 350 دول بما ان انا استلمتهم كاش مباشره فكلهم ظهروا في الكاش. هنا بقى خد فلوس بدري، خد 270 دولار على 6 زيارات هيشتغلهم بعد كده لواحد، ده التعاقد، انا هديك 270 بيمنت فرونت بيمنت، وانت هتجيلي 6 مرات تشتغل الشغلانات دي، وبالتالي ال 270 دول هل هم ريفينيو ولا لا؟ ريفينيو بس غير مستحق، ان ايرند ريفينيو، هو ريفينيو بس لما اشتغلهم، بما ان ما اشتغلتهمش يبقوا لسه مش ريفينيو. هم هنا لسه مش ريفينيو، هم لايبيليتي، انا علي ان انا اشتغلهم. طيب وال 270 دول راحوا في الكاش؟ راحوا في الكاش، هم راحوا في الكاش بس ما جالوليش من الريفينيو، جم من لايبيليتي لسه عليا. فبدل ما كانت العمليه دي اللي فاتت ال 350 دول الكاش جولي من عمليه حقيقيه انا نفذتها، هيبقى نفس الكلام، الكاش زاد بال 270 ولكن ده ما ينفعش اقول ان ده ريفينيو، ده لسه unearned revenue. الunearned revenue دوت هو liability في الحقيقة، هو بيزيد في الكريدت برضو، هتلاقوا الحسابات ما فيهاش مشكلة زي ما كان هنا 350 debit و 350 credit في الريفينيو، هنا نفس الكلام 270 في الكاش و 270 في الunearned revenue من غير ما يحصل مشكلة. ما فيش مشكلة في الحسابات ولكن ده ما هوش revenue، ده لسه liability. باشمهندسة اللي كانت بتسأل قولي لو كان لو انا ما جاوبتش، هو خد ال 270 دول مقدما يعني هو خلاص خدهم بالظبط، مش لسه يستحقهم حتى لو ما اشتغلش لسه، بس هو خدهم، خد الفلوس بس. ما بس لو انا ما اديتش الشغل هرجع الفلوس دي تاني، وبالتالي الخزنه بتاعتي دخل لها فلوس بس انا لسه ما عملتش الشغل بتاعها، فبما ان انا ما عملتش الشغل بتاعها هو ده فلوس دخلت لي ولكنها ما هياش مبيعات، ما اقدرش اسجل الفلوس دي في انها مبيعات، فعشان كده عملت لها اكونت شبه بتاع المبيعات بس هو لسه ما بقاش مبيعات. لما اروح الزياره الاولى من السته يبقى انا استحقيت سدس الرقم ده، فهقوم منقص الرقم بتاع الان ايرند ريفينيو بالسدس، والريفينيو تزيد سدس، الكاش مش هيتاثر بقى ساعتها، بس ال 270 دول هيقلوا شويه والريفينيو هتزيد شويه. فانا لو جيت في لقطه كده في النص قلت له هو انت دلوقتي عملت مبيعات بقد ايه؟ ما يقدرش يقول لي عملت مبيعات ب 350 زائد 270، هو مش كده يعني، معقول انت قعدت الشهر ده اشتغلت كل الناس دي؟ لا، ده بيقول لي ده انا لسه هشتغل لدول بعد شويه. طيب يبقى ده لسه مش ريفينيو، والا لو انا اعتبرته ريفينيو دلوقتي وانت عمال تحاسبني على كوست الشهر الجاي لست زيارات لشخص، هو كل الاكسبنسز اللي حصلت دي حصلت ليه؟ ما هو الريفينيو كان الشهر اللي فات،
هو ما كانش شراء، هو كان مجرد تعاقد، بس ستيل الفلوس دخلت، فالفلوس دخلت اه، بس مش جايه من الاكونت بتاع المبيعات، جاي من الاكونت بتاعت المبيعات المستقبليه، المبيعات اللي هتيجي بعد كده للان ايرند ريفينيو. ده الفرق، ان دفعت فلوس الشغل مقدم يعني. ايوه، هو شغل مقدم اه، هو بس اظهره ازاي في الحسابات. التعريفات دي بتفرق، هو بما ان انا اخدت الفلوس قبل ما ادي الوظيفه يبقى دوت مش مبيعات حقيقيه، زي دي عكس بالظبط البيع الاجل، انا اديته المبيعات بس ما ادانيش فلوس، فالكاش ما تاثرش، ولكن انا بعت فعلا. هيجي هنا ريسيفابل بقى، اهو الراجل ده عمل العكس بقى، عمل كات للجراس، يعني اشتغل شغلانه ل 8 كاستمرز، كل واحد المفروض يكون عندي يدفع له 50 زي اللي فاتوا، بس هم ما دفعوش، هم بيلد باي 15 بقى، لكن ما دفعوش بالفعل، وبالتالي ظهر دلوقتي الاكونت ريسيفابل. لو انا كنت حاطط سمك لبن تمر هندي كده، كنت هطالب الشركه بتاعتي انها تورد لي ال 400 دولار دول. انت دفعت اشتغلت لثمان افراد وبتقول ان كل واحد دفع لك 50، فين يا عم ال 400 دولار؟ ولا انت حرامي؟ لا لا، طب انت حاططهم ليه في الكاش؟ ما تحطهمش في الكاش. يبقى بالتالي العمليه دي بقى البيع المقدم ده، انا اديت الوظيفه وبالتالي الفلوس اللي دخلت او اللي هتدخل ما ينفعش تتسجل في الكاش، فهتتسجل فيما يسمى بالاكونتس ريسيفابل. طب الاكونت ريسيفابل بقى دوت انهي نوع من الاربعه؟ زيه زي الكاش بالظبط، لو كانت دهون لكاش كان بقى ده اسيت، فالاكونت ريسيفابل ده اسيت، قيمه الشركه ستيل فيها ال 400، اي نعم هم مش فلوس كاش بس ستيل هم في قيمه الشركه، فده اسيت. طيب مين اللي الناحيه الثانيه منه؟ الريفينيو. هل ده ريفينيو حقيقي ولا ان ايرند ريفينيو؟ يتحط هنا ولا في الان ايرند؟ ده ريفينيو حقيقي، انا اشتغلت بالفعل، انا بعت. كل اللي ما في الامر ان المبيعات دي ما سمعتش في الكاش لسه، بس سمعت في اكونت اسمه ريسيفابل. طب اكتر حاجه معقده بقى، هي مش موجوده في المثال هي بس نقولها، انا رحت اشتغلت واداني 200 جنيه وال 200 التانيين بعد شهر، اسجل ازاي؟ انا اشتغلت ب 400، ده ريفينيو بما ان انا اشتغلت واتفقت ان انا اشتغل معاه بعد كده ب 800، دوت لسه هيبقى ريفينيو مستقبلي فهنسميه ان ايرند يعني. فال 400 اللي انا اشتغلت بيهم دلوقتي وال 800 اللي جايين بعد كده يظهروا في الحسابات الثانيه، فالاكونت ريسيفابل هيطلع فيه ال 800 اللي هو انا هشتغل بيهم بعد كده على ال 200 اللي اجلهم، ادي 1000، وفي 200 جنيه اداهم لي كاش يظهروا في الكاش. هقول المثال تاني، انا رحت اتعاقد مع واحد ودخل لي كل الحاجات في بعض، بص يا عم انا هديك 200 جنيه واشتغل لي شغل ب 1200، اشتغلت له شغل ب 400 ولسه 800، وبالتالي المبيعات نفسها ال 400 بقت مبيعات وال 800 الباقيه لسه ان ايرند ريفينيو اتفقنا عليها بس انا لسه ما اشتغلتهاش. والدخل اللي دخل لي منهم حاجات راحت في الكاش اللي هم ال 200 وكل ال 1000 الباقيه ريسيفابل، تمام كده؟ دول في الديبت ودول في الكريدت ومفيش مشاكل. فهو مجرد تفتيت للحسابات عشان في الاخر لما ابص في الاكونتس دي اعرف انا في جيبي كام كاش وهيجي لي كام في الفتره الجايه وعليا كام من الفلوس وعليا كام من الشغل اللي هو في الاكونت اللي هو ان ايرند ريفينيو، تمام كده؟ دي فائده اللي احنا بنعمله. العمليه رقم 10، دفع رواتب 200 دولار لواحد كان بيشتغل عنده بارتر، فده معناه ان هو ده اكسبنسز طبعا وطالع من الكاش، فده سهل جدا، اكسبنسز زادت هنا والكاش قل كده. في ديلاي ما بين الصوره وما بين الكام ولا متابعين؟ لا تمام. طيب دكتور معلش سؤال. لا اتفضل. لو انا مثلا دفعت ديبوزيت لشركه مقدم مثلا سي 50 دولار، تمام؟ بس هو الشركه دي محدده ان انا لو دفعت الديبوزيت ممكن مثلا ما اقدرش ارجعه، لو انا لو حصل اي حاجه ما اقدرش ساعتها اخد اللي انا دفعته ده تاني، فهيبدا ماشي ضغط الكاش عادي جدا. مين اللي بيعمل الحسابات؟ حساباتك انت ولا حسابات الشركه؟ ايذر ويز يعني. يعني انا المحاسب بتاعك انت ولا بتاع الشركه؟ يعني في الناحيتين، لو عندي انا يبقى انا ساعتها كده كده خسرتها خالص، صح؟ يعني عشان من في الاكسبنس. لما الشركه تحجزها
لما الشركه تحجز كان الغرض قايم عليا معين فدفعت 50 من اصل 500، يبقى ال 500 دول كلهم هيتسجلوا في حاجه، تشتري مكنه مثلا ولا حاجه بال 500، فيبقى كده المكنه بحساب ال 500 تسجل في مكان ديبت از اسيت، 50 الكاش و450 الباقيين دول بيبل. يبقى كده خلاص احنا ظبطنا الحسبه دي. جينا في وقت ما انت تنصلت من العمليه والدنيا باظت، فهتبقى ال 50 اللي دفعتها دي هتبقى تتحول ل اكسبنس، بس هتبقى بقى لوست يعني اكسبنس فور نوثينج يعني. وهنلغي الاكونت بتاع ال 450 وال 500 التانيين ماشي. فهي بس عمليه بعمليه، ما ينفعش تحذف يعني، ما ينفعش تشطب على العمليه القديمه وتقوم باسرع راجعي قايل والله انا خسرت 50. لا هي مش كده، انت في الاول ال 50 دي كانت داون بايمنت العمليه معينه اتسجلت بكل اطرافها، وبعد كده تسجل العمليه الجديده اللي هي فيها الخساره بتاعت ال 50 ومش عارف مين. ماشي تمام اوكي شكرا. هنا الراجل بيعمل دعايه، فطبعا ادفرتايزنج فلايرز ب 35 دولار، وبالتالي الكاش نقص ب 35 دولار وطلع لي اكسبنس جديد اسمه الادفرتايزنج ب 35 دولار، فده الادفرتايزنج زاد ب 35 والكاش قل ب 35. طبعا كل ده عمال يسجل في الجورنال ورا بعضه الترانزاكشن اللي بعده. الراجل دوت زنق في قرشين كده فراح سحب فلوس من الشركه، سحب 50 دولار من الشركه، فبالتالي الكاش دكتور الصوت بيقطع. وحساب الراجل دوت طيب هاي كده احسن، هحاول يعني ان شاء الله يبقى اي فضل فضل. ايوه الصوت بيقطع عشان حاجه من اللي فاتت معلش. طيب نرجع اللي فات اشرحها تاني، لو فضل بيقطع قولولي. لسه بيقطع يعني حضرتك تتكلم. طيب هكمل كلام. الراجل دوت احنا قلنا عايز يسحب فلوس من الشركه لاستخدامه الشخصي، فاحنا عملنا له اكونت اسمه السحب الشخصي بتاع صاحب الشركه ده، فالكاش قل بال 50 دولار والمسحوبات بتاعته ديت زادت بال 50 دولار، فطلع الحساب الجديد بتاع السحب بتاع الراجل دوت. ممكن طبعا يكون السحب دوت يضاف على الاونر ايكويتي اللي كان في الاول خالص اللي هو كان عمل انفستمنت ده، وممكن يتعمل حساب لوحده يبقى هو الانفستمنت بتاعه حاجه وهو سحب من الشركه في النص حساب في النص ومفيش مشكله. ده او ده يعني، ممكن يبقى على حساب واحد او لا. مين اللي هيحدد دوت؟ اللي هيحدد دوت هو رئيس الشركه، هو عايز يفتت الحسابات لانهي درجه، يقسمها تقسيمات لغايه فين. ممكن نقسم حاجات كتير جدا من كل حساب من الحسابات ديت يعني. فديت عمليه سهله ما بين الكاش وما بين الراجل سحب الفلوس ديت خدها وصرفها في اي حاجه شخصيه بره الشركه. هنا بقى عمليه من العمليات اللي فاتت، الثمانيه اللي احنا كنا بعتنا لهم الفاتوره خمسه منهم دفعوا، فنعمل ايه بقى؟ مش هنروح نحذف اللي فاتت اللي هو الريسيفبل اكاونت، لا احنا هنقول ان في 250 كاش قلنا من الخمسه اللي دفعوا دول، والاكاونت الريسيفبل هينقص بال 250، فنرجع للاكونت الريسيفبل اللي كان عندنا وعد بالدفع 400 دولار، في 250 منهم اتدفعوا دلوقتي، وبالتالي لسه عندي 150 موعودين بالدفع. ال 250 اللي اتدفعوا دلوقتي راحوا في الكاش، وبالتالي الكاش زاد بالحته دي. يبقى الكلام ده كان الاكونت ده بقى في النص ما بين العمليه بتاعه البيع او الشغلانه اللي انا اديتها والكاش اللي وصل لي، بس هو بما انه ليش في الوقت نفسه فاضطريت ان انا اعمل اكونت ريسيفبل. فانا لو جيت الاحظ الشركه في اللحظه دي اللي هي 3355 سالية فلوس عند الناس 150، لو كنا من لحظه واحده كان قال لي الكاش اللي عندي 6105 وانا لسه عندي فلوس عند الناس 400، وبالتالي انا كده عارف انا معايا ايه فين. ولكن الاسيت على كام؟ هو مجموع الحاجتين دول 6355 وال 150. الاسيت قيمه الشركه ما اتغيرتش، بس هي تحولت من وعد بالدفع لدفع بالفعل جزء منها يعني. دول ال 13 ترانزاكشن اللي تقريبا يعني لمولنا الهيصه يعني.
اتمنى ما اكونش محاضرة رخمة قوي، بس ان شاء الله تستفيدوا منها. انا هنزل لكم شيت كده، والشيت دوت هتقعدوا تجربوا فيه وتسبميت الشيت دوت قبل المحاضرة اللي جاية، والمحاضرة اللي جاية احل معاكم الشيت دوت ونخش في تفصيلة تانية ان شاء الله. ماشي، حد عنده اي اسئلة في الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها ديت؟ تفاصيل زيادة ولا حاجة؟ دكتور معلش، هو احنا عشان بس الدنيا كده حاسس الدنيا ساحت من الواحد بس، يعني احنا لما بنيجي نبتدي المساله يعني نبقى مركزين على ايه ونبتدي فين عشان ننتهي بايه؟ عشان انا بس الواحد بصراحه مش عارف الفلوس راحت فين وجايه منين. انت بتاخد كل ترانزاكشن وتشوف الاكونتس اللي ظهرت في المنطوق بتاعها، وبعدين كريت الاكونت ده دعايات ولا اي حاجه، فكل عمليه بعمليه، فعندك عمليات محدده، انت بتشتري حاجه بتبيع حاجه از اسيت، بتدفع اكسبنس مصاريف معينه واتيفر، وفي كل عمليه من العمليات دي تضمن ان في اكاونت اتحرك في اتجاه الديبت والاكاونت تاني اتحرك في اتجاه الكريدت، وتحدد الاكاونت اللي انت عملت له كرييت دوت هو الاكاونت دوت اكسبنس ولا ريفينيو مصاريف انا صرفتها ولا مبيعات دخلت لي، ولا هو اسيت انا دفعت بس مش مصاريف استهلكت، لا ده انا حطيت اصول في الشركه، ولا لايبيليتي انا عليا فلوس لسه بعد كده، عليا حاجات ملتزم بيها بعد كده، ناس ادتني فلوس مقدم ولكن انا عليا شغل مثلا، او انا خدت قرض من حد وعليا دين دوت لسه موجود. وفي النهايه هنعمل حاجه ما يسمى بالبالانس شيت، يعني يلم الهيصه دي كلها في بعض ويقول والله الحسابات بتاعتنا بتقول ان احنا كسبانين او خسرانين او مش عارف ايه، في كده كام ستيتمنت هنقولهم في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله. فانت بتاخدهم واحده واحده، بتبدا ازاي؟ تاخد اول ترانزاكشن حصلت، الراجل ده طلع فلوس من جيبه حطها في الشركه، تقوم عامل حساب لجيبه تسميه زي ما انت عايز، وحساب للشركه اسمها الكاش، وبعدين راح باع فتعمل حساب للريفينيو وحساب للكاش، اهو عندي خلاص، يبقى الريفينيو ديت ظهر فيها الترانزاكشن واتحطت الفلوس في الكاش. طب والله ده هو باع بس الفلوس ما راحتش في الكاش، يبقى نعمل حساب اسمه ريسيفابل، والله هو راح اشترى ودفع من الكاش زي الفل، يبقى في احنا عندنا اللي اشتريناه ده نعمل له اكونت اسمه اشتريناه، حاجه اشتريناها باسمها يعني، اللي اشتريناه دوت حاجه اسيت، يبقى في النهايه انا هسميه اسيت او اكسبنس، يبقى هو برضو اشترى حاجه بس الحاجه دي مستهلكه فبقت اكسبنس، فالحركه نفسها كل ترانزاكشن هيعرفك هو انت رايح فين، هيبقى البتاع بقى تنمو زي ما هو الشكل الملعبك اللي قدامك ده حاجه ضخمه كده وارقام كتير ومش عارف مين، بس لو بنيتهم واحده واحده هتلاقيك في الاخر ان شاء الله فاهم انت بتعمل ايه يعني، او الارقام مش خضاك يعني. فخلونا لما نتدرب كده هنشوف، يعني انا مش هنتقل للمحاضره الثانيه، انا اعتبر ان ديت احنا عندنا ثلاث معلومات، ادي واحده، التانية ان احنا نطلع الستيتمنتس، التالتة ان احنا نعمل ادجستمنت للاستهلاك. انا دلوقتي زي ما كنا بنعمل انشورنس دلوقتي، انا دفعت انشورنس بتاع سنة، فبعد ست شهور المفروض يكون استهلك نصه، جبت مكن عمره الافتراضي 10 سنين، فبعد سنة المفروض يكون استهلك عشره، اسجل ده ازاي؟ دي اللي هي الادجستمنت اللي هتبقى في الحسابات. فهما ثلاث معلومات بس المفروض ناخدهم في الجزء الاولاني من الترم ده، فدي المعلومة الاولانية خلينا نطبق عليها الاول، انتوا هتطبقوا تغلطوا ابو مش عارف مين، وبعدين في المحاضره الجايه حل انا معاكم كده شويه بحيث ما يبقاش عندكم مشكله في التطبيق، يبقى كده اكدنا على المحاضره الاولانيه، وبعد كده نبقى ناخد الثانيه الاستيتمنت نطلعها ازاي، وبعد كده نطبق عليها، وبعد كده ناخد الثالثه ونطبق عليها. بس انا مش هطبق النهارده لغايه ما انتوا تجربوا بايديكم، عشان الموضوع لو فضلت انا اقرا كده وخلاص واطبق انا من نفسي هتعملوا يعني مشكله كبيره، لان الموضوع دوت هي ماده عمليه شويه برضو مش نظريه ولا حاجه، لازم تحل بايديك. ماشي دكتور، بعد اذنك بس ممكن نفرق بين الريفينيو والاكسبنس تاني عشان متلخبط فيه برضو لسه. الريفينيو انا يعني انا هقول دلوقتي ايه، انا رحت بعت، انا بصنع مثلا ايه تيشرتات ولا حاجه، فرحت بعت التيشرتات ودخل لي 1000 جنيه، فدلوقتي انا كان عندي تيشرتات قيمتها 1000 جنيه اديتها للناس ودخل لي 1000 جنيه كاش، فكده يبقى الريفينيو بتاعتي 1000 جنيه ودخل لي في الكاش 1000 جنيه، ده الريفينيو، ده المبيعات بتاعت الشركه بتاعتي، الحاجه اللي دخلت للشركه،
اللي هتجيب لي مكسب في النهايه يعني. الاكسبنسز الحاجات اللي بصرفها في المقابل، انا اصلا عشان اعمل الحاجات اللي ب 1000 جنيه ده مواد خام ودفعت اجور ودفعت كهرباء والمكن بتاعي استهلك، كل دي اسمها اكسبنسز، المصاريف اللي انا صرفتها عشان اطلع المنتجات اللي انا هبيعها. الراجل اللي في المثال اللي عندنا دوت كان بيقطع حشايش، فعنده مكنه هتستهلك وجاز هيمون بيه المكنه ديت وايجار راتب للراجل اللي هيشتغل على المكنه، كل دي اكسبنسز. لما يروح العميل بقى يقطع له الحشايش بتاعته ويظبط له الدنيا هيدي له فلوس، دي هي الريفينيو. تمام كده الاسيت واللايبيليتي بتهيألي انتوا فاهمينها من المحاضره اللي فاتت يعني. رفع ايده مين؟ ماريال. يس تفضل. الو دكتور. يا الو ماريال. I want to know the time for the lecture because I even I want to know the time of lecture because I even missed this lecture. ايوه I can't hear you. Raise your voice. اه I can't hear you, Mariel. What I say, I want to know the time for the lecture because I missed the lecture. I joined it late. I thought that it might be tomorrow. I don't know if this is today. I'll send you the PDF file, and the lecture is recorded. Okay, but okay. Will it be Iberi Sunday at good time? Iberi Sunday at good time so that I will not miss it again. 8 o'clock. تمام. Good. Thank you, doctor. طيب يا شباب نقفل بقى دلوقتي وان شاء الله تجربوا مع الماده. اتمنى تجربوا. الناس بتتعامل مع الماده يعني وكانها ماده نظريه، وهي مش كده للاسف. فحاولوا تجربوا بايديكم عشان هي بعد كده سهله جدا لو انتوا جربتوا بايديكم مره واحده يعني ان شاء الله. شكرا، نشوفكم على خير. السلام عليكم. ان شاء الله يا دكتور هتنزل البي دي اف النهارده ان شاء الله، اللي هو الفورم ده اللي هنجرب عليه. هنزل لكم الاساينمنت النهارده ان شاء الله. تمام، شكرا جدا. وعليكم السلام.